هو سباق مع الزمن، ذلك الذي تخوضه بلديات ومدن جبل نفوسة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية من شأنها أن تساهم في مكافحة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد. هنا بمدينة القلعة اتخذ المجلس البلدي حزمة من الإجراءات تضمنت إغلاق كافة المحلات التجارية بسوق المدينة، كذلك إطلاق حملات تعقيم للمؤسسات العامة والشوارع الرئيسية. طبعا الخطوات اللي درناها بالضبط في البلدية، إغلاق جميع المحلات داخل بلدية قلعة باستثناء الصيدليات، باستثناء مواد الغذائية، باستثناء مواد التنظيف والمخابز، وكلها بضوابط تضعها لجنة الطوارئ، وأيضا التعاون مع الحارس البلدي والمحلات اللي ما بيش يسكر محلها. طبعا حاولنا يعني مشوا ناس متخصصين في الأمن، ويعني بالتوعية وبالإرشاد. طبعا أنت ما عندكش هنا قانون يقول لك لا والله أحد حطها في الحبس، لا، هو هنا فيه مرض، فيه فيروس. الوضع ذاته بباقي مدن الجبل. بمدينتي إفرن وجادو إذ شرعت الأجهزة الأمنية رفقة مكتب الاقتصاد في إطلاق حملات مكثفة استهدفت المقاهي والمخابز والسلخانات، إضافة إلى إطلاق حملات توعية وقائية تضمنت ملصقات ومطويات إرشادية ضد الوباء المستجد. اليوم كان فيه كذلك عملية توعوية، كان فيه مجموعة من شباب الكشاف والمؤسسات المجتمع المدني، انطلقوا في عملية توعوية داخل مدينة جادو في المحلات، وكيف لتوعية أصحاب المحلات وفي كيفية التعامل مع الأزمة هذه. إلى جانب دور البلديات تتكاثف جهود باقي المؤسسات كالهلال الأحمر وأفواج الكشاف ومؤسسات المجتمع المدني، وتحمل على عاتقها أيضا دور توعية المواطن والمشاركة في الحملات الأهلية لمجابهة خطر انتشار الفيروس الذي لم يصل إلى ليبيا وفق الأرقام الرسمية.